باسم واسم جميع الأطر الإدارية والتربوية بالثانوية الإعدادية ابن سينا، نتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد المرحوم السيد عبد القادر زكارة، تغمده الله بواسع رحمته. كان رحمه الله نعم الرجل الطيب الخلوق، صاحب الوجه البشوش، الحسن المعاملة مع جميع التلاميذ الأساتذة وأولياء الأمور كذلك. شخصيا كان بالنسبة لي الأب الثاني الذي يستقبلني كلما حللت إلى المؤسسة لأداء الواجب المهني. إننا لنفتقده، فقد ترك فينا حزنا كبيرا، حزنا عميقا في قلوب الجميع. رحلت وتركت بصمتك في كل ركن وفي كل زاوية من زوايا المؤسسة. غابت عنا ابتسامتك التي نلتقيك بها كل صباح. صدى صوتك لا زال يتردد على مسامعنا وكأنك بيننا. لا يسعنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة، وأن يجعله الله في المراتب الأعلى مع الشهداء والصديقين والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله.